وجيه عبد السلام رئيس جمعية أطفال الغد. الحفل الذي نقوم به اليوم هو حفل نهاية الموسم الدراسي 2016-2017 لدروس اللغة العربية والثقافة المغربية. إن هذا الموضوع ذو أهمية كبرى. الجمعية تنظم هذا الحفل كل سنة. لقد أصبح عندنا حفل أي في نهاية كل موسم رسميا في نهاية كل موسم دراسي. الهدف من هذا الحفل هو أن أبناء الجالية يتكلمون عدة لغات أجنبية والكثير منهم لا يتكلم العربية، فهدفنا هو أن أبناء الجالية باش يبقاو يتكلموا هذه اللغة ديالهم، لأنها لغة الدين، لغة القرآن، لغة الحضارة ولغة الثقافة، لكي لا تنسى هذه اللغة. ولكي ننظر اليوم كيف ما قمنا في هذا الحفل، شفنا أناشيد، شفنا أغاني، شفنا مسرحيات قاموا بها الأطفال الصغار، وهذا شيء يفرح بالنسبة لنا. وكانوا معنا جميع الأساتذة اللي هما نظموا معنا هذا الحفل، وعدد من الأباء والأمهات. نشجع هذه اللغة العربية، فهي مسؤولة الجميع، ليست مسؤولية الدولة فقط، فهي مسؤولية الأباء، مسؤولية الأمهات، ومسؤولية المسؤولين كذلك. القيام بهذه اللغة والنهوض بهذه اللغة يحتاج إلى تعزيز موحد من طرف جميع الأطراف. بالنسبة لتدريس اللغة العربية، صاحب الجلالة نصره الله أعطى تعليمات خاصة لتدريس هذه اللغة الشريفة، لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بالمهجر. شكرا جميع الأساتذة، وكنشكر جزيل الشكر البنك الشعبي اللي هو ساعدنا في هذا الحفل اللي قمنا به اليوم، واللي هو دائما كيساعدنا في جميع الحفلات التي يقومها وجميع الفعاليات الثقافية للجالية المغربية. والجمعية كذلك أنها لن تقوم غير بهذا الحفل، وإن نحن لقد قمنا كذلك بأشياء، بعدة مسرحيات أخرى وعدة نشاطات في من جهة أخرى. أشكر القنصلية العامة المغربية بباريس اللي هم كانوا حاضرا معنا اليوم وساعدونا نشطوا هذا الأبناء. السيد مدير مؤسسة دار تونس اللي هو ساعدنا اليوم على هذا الحفل، وأنه أعطانا هاد المعلمة ديالهم هاد اللي هو عملنا فيها هاد الحفل. كما أوجه ندائي لجميع الأباء والأمهات باش يشجعوا الأبناء ديالهم باش يساعدوهم لتدريس هذه اللغة الشريفة، لأن لولا الأبناء لولا الآباء والأمهات لماتت هذه اللغة ولن سحبت هذه اللغة، وهم مسؤولين، والمسؤولين الأولين وهم الآباء، نحن المسؤولين على هذه اللغة، فلا يجب أن ننساها أبدا وتبقى راسخة في قلوبنا، لأنها لغة الدين والقرآن والصلاة والحضارة وكل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا.